مساء الخير. في الغوطة خراب ودمار وثقته الأقمار الصناعية قبل وبعد الحملة الجوية الأخيرة التي يقوم بها النظام وحلفاؤه على أحياء وبلدات الغوطة التي شهدت أدمى أيامها خلال الأسبوع المنصرم. في سول وللمرة الأولى منذ توليه مقاليد الحكم في بلاده نهاية عام 2011 يلتقي الزعيم الشمالي كيم جونغ أون مع مسؤولين من كوريا الجنوبية. وفي الإمارات فقط مجلس للذكاء الاصطناعي يعتمده مجلس الوزراء بهدف تطبيق هذه التكنولوجيا في مختلف القطاعات وبالتالي تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين وصولاً لتحقيق رؤية الإمارات 2021 وجعل دولة الإمارات في عداد أفضل دول العالم بحلول عام 2071.